عش كبير لطائر اللقلق الأبيض على عمود من الكهرباء قاموا بإزالته باستخدام مضخة من الماء للتخلص منه حتى لا يؤثر على التيار الكهربائي ويحترق العش، وبعد التخلص منه جاء الطائر يكمل عشه فتفاجأ بعدم وجوده فرفع منقاره للسماء مناجيا وكأنه يشتكي لله ما حدث. وفعلا استجاب الله لدعوته وقاموا بإرجاع العش مرة أخرى بطريقة أكثر أمانا مما كان عليه سابقا. سبحان الله.